السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم على قناتكم غسلة ليلي. نتمنى تكونوا كامل بخير حبيباتي، بصحة جيدة. الوغ اليوم راح ندير لكم كيكة رهيبة عجيبة غريبة. هاد الكيكة راح نديروها بال يعني الكوكا كولا، بواسون كوكا كولا او المشروب الغازي كوكا كولا، فريمون هايلة وتجي بنينة ان شاء الله. يعني نغيروا الكيكات اللي مداري نديروهم. بلا ما نطول عليكم، الوغ هنايا شخصنا الكيكة تاعنا. انا ديت هنايا 3 حبات تاع بيض، 3 بيض، 150 غرام فرينة، هذا الكاس الفد 250 ملي، الأخوات اللي يبغوا بالكاس الفد 250 يعني قلعوا قد الصبوح كيما هكا، ولا بالمغرف بالملعقة. درت 6 ملاعق معمرين مليح، يعني بومبي بيان بومبي تاع فرينة، 6 ملاعق فرينة بيان بومبي، ولا كاس تاع 250 قلعوا منه صبوح. السكر 100 غرام تاع السكر بالمغرف، تانك 6 ملاعق، ولا يعني حكمو كاس على تاي يكون كبير وعمره. خصنا 2 مغارف تاع كاكاو مر. خصنا المشروب الغازي كوكا كولا، غادي ندوغي كاس هذا، يعني واش نكترو ندوغي كاس. الو حبيباتي بلا ما نطول عليكم نبدو. بسم الله، غادي ندير البيض هنايا. البيض تاعي كبير، الا كان عندكم بيض صغير زيدوا حبه. فوالا هنايا ندير السكر 100 غرام سكر، ولا بملعقة كبيرة 6 ملاعق كبار. غادي نخلط مليح البيض مع السكر، تقدروا تستعملوا الباتر. نخلط مليح حبيباتي، راني خلطت مليح هنايا. عفوا، خصنا خميرة الحلوى، كتملي ليها مشتهاش. خميرة الحلوى غادي ندير غير ملعقة صغيرة معمرة مليحة. الوغ هنا اش غادي ندير؟ راح ندير الكاكاو اللي هو 2 ملاعق كبار، راح ندير الفرينة، وغادي نخلط هادو. هنا راح ندير خميرة الحلوى قبل ما نخلط، يعني ملعقة صغيرة معمرة مليح، يعني هاد باكي فيه 15 غرام، يعني نصه 8 غرامات ولا 7 غرامات. هاولنا فوالا هكا بزاف، باش ما تجينيش غليظه بزاف الكيكه تاعنا. نخلط فوالا حبيباتي. وهنايا عفوا راح ندير كوكا كولا. انا يديت كانت، يعني تجيبوا دو قرعه، انا بغيت قرعه وبنتي شات لي كانت، داك معني هي تبغي كوكا كانت شات كانت. الو من الاحسن دو قرعه ولا غير كيف كيف، يعني كوكا كولا قرعه ولا كانت غير كيف كيف. فوالا هنايا ندير 100 ملي تاع كوكا كولا، هاد الكاس الفد 150، راح ندير يعني ماشي معمر، يعني فايت النص تشوفوا معايا 100 غرام. فوالا هاي بينا حوالي 100 غرام هنايا، ونخلط. ولا حبيباتي خلطت مليح الخليط تاعي. هنا جبت امول مستطيل، دهنته بالزبده ولا الزيت. القطر تاع المول تاعي 30، الطول 30، والعرض 25. الا كان عندكم العرض يعني 20 ولا 22 معليش راه يجي. نفرق الخليط تاعي، الفرن حميته مقبل 180 درجه، نخليه واحد 20 دقيقه، يعني دخلوا ان كوردون، كي يخرج ناشف هذيك هي تكون طايبه. ولا حبيباتي هاو البسكوتشو تاعنا ولا الكيكه تاعنا، الطبقه الاولى راهي طابت. هنايا عندي كوكا كولا اللي بقى لنا، غادي نسقيها غير شويه بكوكا كولا، عندي حاميه شويه الكيكه، يعني حوالي كاس هاد تاع لاتاي. فوالا كاس تاع لاتاي، فوالا هكا بزاف عليها. نسقيها ونخليها هنايا تتشرب. وهنايا غادي نجيب الكاسخول باش نديرو الطبقة التانية. الوغ شريقنا الطبقة التانية، هنايا عندي نص يوطرو تاع حليب، نصف لتر حليب، الكاس تاع لاتاي عبرتكم بهذا، نعرف كاع الأخوات يكون عندهم هاد الكاس تاع لاتاي. السكر عندي هنايا 4 ملاعق تاع فرينة، يعني مش معمرين مليح، يعني عادي ماشي يعني ماشي بومبي، يعني نورمال عادي. هنا عندي 80 غرام تاع جوز الهند اللي هو نوات كوكو، يعني دو غاميكا كيما هكا، وبالكاس تاع لاتاي 2 كيسان تاع لاتاي معمرين درتهم هنايا.
وعندي 150 غرام تاع زبده ولا مارغرين. الوغ نبدا. وعندي عفوا هذا بودينغ، هذا تقدروا تعوضوه بال لا كريم باتيسيير ولا بالفلون فاني، يعني غير كيف كيف. انا عندي هذا غندير هذا، يعني الوصفه تجيب هذا. الا كان ما عندكم شي ديروا فلون فاني. فلون فاني ديروا 50 غرام، يعني الساشي تاع 50 غرام. الوغ نبدا بسم الله. ندير هنايا نص يطرو تاع حليب، ندير عليه الفارينه ربع ملاعق كبيره ماشي معمرين مليح باش ما تجيناش ثقيله بزاف، كاس تاع السكر تاع لاتاي، ندير هذا 50 غرام، فوالا غادي نخلط. غادي نخلط مليح هنايا وندي فوق النار حتى يعني الخليط تاعي يتقال لي كما البيشاميل، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ها هو الخليط تاعنا كما تلاحظوا هنايا حامي كيما هاك. ندير عليه الزبده 150 غرام تاع زبده، يعني حوالي 3 ملاعق معمرين مليح كبار زبده ولا مارغرين الشيء اللي عندكم. هنايا غادي ندير نوات كوكو غاميكا معمر تاع نوات كوكو، فوالا، وغادي نخلط هادو كاع، نخلطهم مليح ونخلط فيها، ندوب مليح الزبده ونخلطو، يعني يكون عندها هاد القوام كما كنتو تلاحظو، متكونش سائله شويه كما هاكا مشدوده كما كنتو تلاحظو هاكا. ندوب مليح الزبده كما كنتو تلاحظو هاكا، نخلط مليح. وهنايا ندير الخليط تاعي اللي خلطت مليح، ذوب الزبده مليح، نديرها هنايا على الكيكه تاعي. نحاول نحله هنايا في الكيكه، نحلها مليح، ندخلها الثلاجه ترتاح، ونديروا الطبقه الاخيره اللي هو كلاصاج تاع الكيكه بالكوكا غنديروه. فوالا دوكا نسقمها مليح كيما هكا، يعني تكون عندها نيفو واحد. لاسباتيل ولا بمغرف تجيو تخدموها. فوالا نسقمها مليح بلا ما نطول عليكم، ندخلها الثلاجه ونجيو نديرو كلاصاج ان شاء الله. ولا حبيباتي هنا نوجدوا الطبقه الثالثه والاخيره، راح نديرو كلاصاج بالكوكا. هنا عندي 400 ملي تاع كوكا، يعني 500 ملي قلعوا منها غير قد صبع، ولا كاس تاع 200 ملي ديروا زوج كيسان. هنا عندي بودينغ فاني، هو من الاحسن يكون شوكولا، انا الشوكولا ماشي متوفر عندي، انا درت فاني وغادي نخلط معاه الكاكاو. الا كنتو ما عندكم الشوكولا ممكن ديروا كاكاو، ديروا بودينغ شوكولا ولا فلون شوكولا. 50 غرام في 400 غرام تاع كوكا، 400 ملي عفوا تاع كوكا. نخلط مليح، ومن بعد راح نجيب شويه سكر قد كاس على تاي تاع السكر. هنا غندير شويه كوكا، يعني قبل ما تحصلوا على خليط يكون شويه سائل، يعني قد حوالي كاس تاع لاتاي هذا مكا ولا ميم با، يعني حتى تحصلوا على خليط دوك تشوفوا معايا. هنا غادي نزيد السكر كاس تاع لاتاي ماشي معمر مليح تاع السكر، باسكو الخليط كان عندي مر، يعني كاكاو راه مر والبودينغ ماشي حلو. نخلط مليح، ومن بعد غادي تشوفوا معايا غندير كوكا 400 ملي تاع كوكا في لاكاسخون، ونديها فوق النار. نتو تشوفوا معايا نديها فوق النار، ومن بعد نفرغ عليها الخليط، يعني قبل ما تغلي الكوكا غادي نخلط نفرغ عليها الخليط اللي درناه هذاك تاع الفلون البودينغ شوكولا، نديرها في لاكاسخول ونديها فوق النار. نتو تشوفوا معايا. وانا جبت الخليط تاعي، يعني جبت الكوكا كولا درناها في لاكاسخول، درتها فوق النار يعني غير تحمى شويه ماشي تغلي. نفرغ عليها كاع الخليط هذاك، ونقعد نخلط بالفوي ولا بالملعقه تاع الخشب من الاحسن. نخلطوا مليح حتى الخليط تاعكم يعقد كما راكم تلاحظوا، يعقد شويه يعني غير تشوفوا بدا يغلي حبسوه تمتم، ما تخلوش يكون عندكم شغل كريمه ماشي ثقيل بزاف. مرحبا حبيباتي، ها الكيكه تاعنا اللي درتها في الثلاجه وتخرجتها، يعني خلوها تحكم روحها، يعني هاي بالخف تحكم روحها، يعني بالخف هي تنشف.
يعني الوقت اللي نوجدوا هذا الكلاصاج نفرغ عليها كلاصاج كما تلاحظوا، ونسقمه مليح بالمغرف ولا بلا سباتول، يعني يكون عندها نيفو واحد كما نقولوا، تكونش عندها جهه طالعه وجهه مهوده. ولا من بعد نهزها كيما هكا شويه وندخلها الثلاجه، يعني الكيكه تاعنا كملناها سي بون، غادي ندخلها الثلاجه ونخليها تشد روحها مليح، يعني واحد ساعه ساعتين هاي بالخف تحكم روحها. وانا حبيباتي هي الكيكه تاعنا راهي وجدت، يعني نقلت منها كلكم مغصو خليتها في الثلاجه قعدت ساعتين، يعني شو كي تجي فريمون تجي هايله وتجي بنينه بزاف وتجي يعني مشمخه بالكوكا، يعني شوفوا البلاك راه مشمخ بالكوكا كما كنت تلاحظوا. هاي الكيكه تاعنا فريمون تجي رائعه وتجي بنينه بزاف كما كنت تلاحظوا معايا حبيباتي. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها لانها فريمون يعني تسحق التجربه. ودوك حبيباتي بلا ما نطول عليكم، تهلاو في رواحكم، تلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، ما تنسونيش بلي لايك والسلام.